بعد الحديث عن المساعي والجهود التي يقوم بها عدد من سفراء الدولة في الخارج منذ توليهم مهامهم في البلدان الشقيقة والصديقة، كانت معها جميع الأنظار تتجه إلى ممثلي البلاد لتحسين سمعة ليبيا في الخارج. وما أن لمسنا بصيص الأمل بذلك، بدأت تطل علينا الأخبار التي لا تدل على ذاك التفاؤل، فحينما تعتذر واحدة من أهم الجهات العلاجية في الأردن عن استقبال المرضى الليبيين بسبب تراكم الديون على الحكومة الليبية، فهذا البلد الشقيق والمثقل بالهموم لديه ما يكفيه من معاناة بملفها الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا، ولا يملك في جعبته أي مورد للدخل سوى تلك العقول التي انتفضت لتعالج أشقائهم الليبيين وغيرهم بسعر التكلفة للمواطن الأردني. حيث بلغت فاتورة علاج الليبيين المتراكمة لمركز الحسين للسرطان ما يقرب من 26 مليون دينار أردني بحسب مساعد مدير المركز الدكتور منذر حوارات. حوارات وفي حديثه لقناتنا أكد أن المركز قدم كامل الرعاية الصحية للمرضى الليبيين بصرف النظر عن الوعود التي لم ترى النور بعد. وعدنا خلال السنوات الماضية بأن يتم الإيفاء بهذه الالتزامات، ولكن للأسف الشديد تراكمت الوعود ولكننا لم نشهد تنفيذ على أرض الواقع. هذا الأمر حقيقة يعني أثار استياء كبير من قبل الجهات الإدارية بالمركز، والأمر اللي دفع المركز حقيقة لأنه يوقف هذا التعامل مع المرضى الليبيين. بالتالي هذا الإيقاف حتى الآن يشمل المرضى اللي ليس لهم حالة، ليسوا على حالة في حالة طارئة أو ليسوا قيد العلاج الشعاعي أو يحتاجوا إلى قسم الطوارئ. هؤلاء المرضى سنستمر في استقبالهم، ولكن المرضى الذين يحتاجون إلى إجراءات غير عاجلة هؤلاء سيوقف حقيقة التعامل. كل هذا الأمر ليس لا سمح الله أنه تنصل من مهماتنا في معالجة الأحواء في ليبيا، ولكن هذا الأمر يعبر عن احتجاجنا على أنه الاستمرار بهكذا السلوك لا يخدم الجهتين، لا يخدم المرضى الليبيين ولا يخدم مركز الحسين، لأنه بالنهاية يراكم عليه ديون. ما زالت الوعود الكثيرة التي صدرت من الحكومات المتعاقبة ولا تزال تصدر من الحكومة الحالية كأنها مجرد وعود ليس إلا كالحبر على الورق، ومعها من يتحمل الثمن دائما هو المواطن الليبي، كيف لا وهو الخاسر الأكبر من كل ما يحدث. ولسان حال المرضى وأمهاتهم وأهليهم هناك يقول: ردوا الحقوق لأصحابها، فشاءت الأقدار أن نمرض، فلدينا من الهموم ما تكفي، وسنخبر الله بكل ما فعلتموه، وحياة أبنائنا باتت في رقابكم.